نستعرض الجرافيك بتاعنا لو فريق الاعداد يلا مجهزه عشان نستقبل ضيوفنا الكرام ونتكلم في مباراه الاهلي وبترو جيت. قدام حضراتكم تاريخ المواجهات او المواجهه بين الاهلي البطل وبترو جيت صاحب المركز الثاني عشر. تاريخ مواجهات الاهلي وبترو جيت، الفريق الاهلي وبترو جيت قابلوا بعض 19 مره. بترو جيت ما كسبش الاهلي خالص، الاهلي كسب 14 مباراه وكان التعادل في 5 مباريات. الاهداف الاهلي 35 هدف في مرمى بترو جيت، في حين بترو جيت احرز 10 اهداف في مرمى النادي الاهلي. 4-0 كانت اكبر فوز للنادي الاهلي في 2014، وده كان اكبر فوز. عماد متعب النجم الاهلاوي الكبير ومعشوق الجماهير الاهلاويه احرز 5 اهداف، في حين كوفي احرز كم هدف يا جماعه؟ هدف. يلا زي ما قلت لحضراتكم موقف الفريقين في الدوري، الاهلي البطل برصيد 82 نقطة في المركز الأول، في حين بترو جيت 12 في المركز ال 12 في المركز 12 برصيد 38 نقطة. قبل ما نروح للموقف بعد كده عايز أقول لكم الأهلي لعب 31 مباراة فاز في 26 مباراة. خلينا في الإحصائية دي عشان نوضحها مع المشاهدين يا جماعة، يا ريت نرجع لها تاني لو ينفع. تمام، فاز في 26 مباراة، تعادل في 4، خسارة واحدة، له 70 هدف وعليه 16 هدف والنقاط 82، في حين بترو جيت في المركز لعب 32 مباراة، كسب 9 و11، تعادل 12، خسارة له 30 نقطة، فرق 40 هدف بين الأهلي وبترو جيت، عليه 36 هدف ليه 38 نقطة. اتفضل. هدف الفريقين اللاعب وليد أزارو النجم المغربي الأهلاوي 18 هدف، ومحمد شاهين من بترو جيت 5 أهداف. دي نتائج مباراة الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري العام. سموحة كسب الداخلية 1-0، طنطا خسر من المصري 2-1 وتأكد هبوطه رسميا. هقول لكم كل الفرق اللي هبطت رسميا، النصر طبعا وطنطا ومين يا جماعة تاني يا جماعة اللي هبط؟ والرجاء. الرجاء وادي دجلة كسب 2-1 وده بيؤكد بقائه 3 نقاط كانت هامة جدا لوادي دجلة. وادي دجلة فريق كبير وكان لازم يقعد في الدوري بصراحة. والنصر خسر من انبي بهدفين مقابل هدف. مواعيد مباراة الجولة 33 من الدوري العام، الرجاء الهابط للأسف هيقابل الإسماعيلي النهاردة 3:30، يعني المباراة دلوقتي بتتلعب. بترو جيت مع الأهلي في تمام الساعة 6:45، والزمالك والأسيوطي في تمام الساعة 8:30. مواعيد مباراة الجولة 33 أيضا مستمرين مع حضراتكم، طلائع الجيش والمقاولين إن شاء الله بكرة الساعة 6 مساء، مصر المقصة مع الاتحاد الساعة 8:15 مساء. نتائج الجولة 33، الأسيوطي كان كسب بترو جيت في مباراة رائعة بثلاث أهداف مقابل هدفين. الأسيوطي مع علي ماهر حاجة تانية خالص، أعتقد أن علي ماهر هيكون ليه تواجد مختلف في الدوري الموسم القادم. الاتحاد تعادل سلبيا مع طلائع الجيش 0-0، والنصر كسب الرجاء 3 أهداف مقابل هدف. الداخلية كسب طنطا هدفين مقابل لا شيء، الانتاج الحربي تعادل مع سموحة سلبيا، الاهلي كسب دجلة 1-0، الاسماعيلي كسب مصر المقصة 2-1، المقاولين العرب تعادل مع الزمالك، علاء نبيل المدير الفني الجديد المقاولين بعد رحيل عودة اتعادل مع الزمالك 0-0، المصري وإنبي تأجل. تعالوا نشوف هدافه بطولة الدوري العام، النجم وليد أزارو النادي الأهلي 18 هدف، وديو كالدرون نجم الإسماعيلي ب 14 هدف، جون أنتوي مصر المقصة 14 هدف، وعمر السعيد وادي دجلة 13 هدف، وأحمد جمعة المصري 11 هدف، عبد الله السعيد الأهلي 10 أهداف. جونيور أجاييه من النادي الأهلي 9 أهداف، حسين الشحات من مصر المقصة 9 أهداف، حسين لسه هداف المقصة بعد رحيله بأكتر من يعني شهور. كاسونجو الزمالك 9 أهداف، إبراهيم حسن الإسماعيلي 9 أهداف، وأحمد علي المقاولين 9 أهداف. تمام.
يعني ده اخر احصائيه كانت معانا، قلنا الاهلي وبتروجيت مباراه ان شاء الله تكون فيها كوره نستمتع بيها بالاهلي وبتروجيت زي ما احنا متعودين من الفريقين. زي ما قلت لحضراتكم بتروجيت لم يستطع ان يكسب نادي الاهلي مطلقا في تاريخ مواجهات الفريقين، عشان كده المباراه ممكن طارق يحيى يكون عنده حوافز وعنده دوافع يديها للعيبه، لكن كابتن حسام بدري زي ما هو ماشي بالقطر بتاعه باللعيبه بتاعته، قطر الحمد لله لا يتوقف ابدا. هنطلع فاصل.